السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودتكم إن أنا أعطيكم الخبر بالمواقع الرسمية. هنا زي ما أنتم شايفين هذا موقع اسمه جول، أهو هذا الموقع. العنوان: ودعم للماضي جمهور الجزائر يطالب برنارد كما ترون. التاريخ هاي هو التاريخ 2 ديسمبر 2022، يعني هذا الخبر امبارح، وهي صورة رينارد. تعالوا نشوف شو مكتوب. مطالبات جزائرية بالتعاقد مع المدرب الفرنسي بدلا من بالماضي. بعد قيادة المنتخب السعودي تقديم عروضا قوية في منافسات كأس العالم 2022 قطر، طلبت الجماهير الجزائرية بالتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر بدل من المدرب الحالي جمال بالماضي. ولم ينجح بالماضي في قيادة المنتخب الجزائري للتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام الكاميرون بالدور النهائي ليتأهل الأسود إلى المونديال بدلا من محاربي الصحراء. ونشر موقع فرنس فوتبول كما ترون الجزائري الناطق بالفرنسية تقريرا يرصد فيه ردود فعل الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قدمه المنتخب السعودي في كأس العالم. بعض الجماهير الجزائرية أكدت على أن رينارد قدم منتخبا قويا بلاعبين بدلاء من نادي الهلال، وإذا امتلك نجوم مثل الموجودين في المنتخب الجزائري سيصل بهم إلى نصف نهائي كأس العالم على أقل تقدير. ولكن هناك من دافع عن جمال بالماضي مدرب الخضر، حيث أكد على أنه استطاع أن يقود الجزائر لتتويج بكأس أفريقيا 2019 في مصر. طبعا هذا هو الخبر زي ما حكيت لكم، وهي الموقع وهي المصدر الرسمي وهي تاريخه. شو رأيكم بهذه الأخبار؟ أنتظر آراءكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا إخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.